إذن الليميت ديال 3 ln x زائد 2 على x زائد ln x بلس انفيني. التعويض المباشر غادي يعطينا بلس انفيني، إذن ln بلس انفيني راهي بلس انفيني على x عندنا بلس انفيني زائد بلس انفيني، يعني شكل غير محدد، إذن الانفيني على الانفيني شكل غير محدد. إذن خصنا نفكر في التعميل. إذن ممكن نعمل دائما في التعميل، فكناخذ بعين الاعتبار النهايه الاساسيه اللي ديجا سبق لنا باش تكلمنا عليها في الكور. اذا في النهايه الاساسيه فهنا عندنا الليميت ديال ln x على x في بلس انفيني كتساوي لنا صفر. اذا هنا ممكن نعمل بx في البسط والمقام، اذا نعمله بx باش من بعد غنلقى واحد النهايه اساسيه، ومن بعد بسهوله يمكن لي نحسب هاد النهاية هادي. إذا غادي نعمل x، إذا شنو عندنا 3 ln x إذا على x زائد 2 على x، وغادي نعمل كذلك في المقام ب x. إذا كانت عندنا x غتبقى واحد ln x، إذا ما عندناش داك التعبير اللي عملت به، يعني غادي نقسم عليه، إذا ln x على x. طبيعة الحال هنا ليميت بلس لانفين، إذا غادي نختزلو بإكس في البسط والمقام يبقى عندنا ليميت ديال 3 ln x على x زائد 2 على x على 1 زائد ln x على x بلس لانفين. إذا حنا كنعرفو بأن ليميت ديال ln x على x بلس انفيني كيساوي صفر، وكذلك الليميت ديال 2 على x بلس انفيني كتساوي لنا صفر. اذا شنو هي النتيجه؟ اذا غادي يجينا هنا في المقام صفر، اذا هذه غتمشي للصفر، وهذه غتمشي للصفر، وهذه غتمشي لنا للصفر. اذا شنو كيبقى لنا؟ صفر على واحد، وصفر على واحد راهي صفر. النهاية الثانية راه غادي نحتافظو بنفس الدالة، ولكن هاد المرة غادي نحسبو النهاية في الصفر بلوس. إذا هنا ممكن نعمل بالعدد بألان إكس، إذا ليميت، إذا لعملنا بألان ديال إكس فغيبقى لينا 3 زائد 2 على ألان إكس. إذا في البسط كذلك غادي نعملو بألين إكس باش نختزلو فيها من بعد، إذا عندنا ألين إكس، إذا كانت عندنا إكس غادي نقسموها على ألين إكس، وفي الحد الثاني غيبقى لينا واحد زيرو بلوس. إذا غنختزلو الألين ديال إكس فغيبقى لينا الليميت ديال 3 زائد 1 على ألين إكس x على ln x زائد 1. إذا حنا كنعرفو بأن الليميت ديال ln x 0 بلس هو موان لانفيني، يعني الليميت ديال 1 على ln x 0 بلس هي 1 على موان لانفيني، إذا 1 على لانفيني هو صفر. وكذلك هنا عندنا الليميت ديال x على ln x 0 بلس غادي تجينا صفر على صفر مضروبة في صفر، إذا هي صفر، ولا صفر على الانفيني راه هي صفر. إذا النتيجة شنو هي؟ غتكون عندنا 3 زائد، إذا هادي غتمشي للصفر، وهادي غتمشي للصفر، إذا غيكون عندنا 3 على 1 هي النتيجة النهائية، أي هي العدد 3.